نعم، قال الشيخ: فصل. والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. إذن الشيخ يقول رحمه الله: تعريفه للمرتد هو الذي كفر طوعا، فخرج من؟ فخرج المكره، لذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الشيخ قال: ولو مميزا، يعني المميز أيضا يحاسب. الشيخ قال: فمتى ادعى النبوة؟ لأن ادعاء النبوة أنت تكذب على الله وتدعي ما لا يجوز، فهذا يعني يكفر من باب أن الله أخبرنا أن محمد خاتم النبيين فكفرت من هذا الباب. أو سب الله، سب الله سبحانه وتعالى كفر مخرج من الملة باتفاق العلماء. أو رسوله، أو جحده، يعني جحد من جحد وجود الله، جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو جحد الإسلام. ثم قال الشيخ: أو صفة من صفاته. طبعا الصفة التي يجحدها مما أقر المسلمون بها، يعني لا يأتي إنسان ويقول مثلا تلك الفرقة أجحدت تلك الصفة نقول ذلك بتأويل، لأن ليس مما اتفق العلماء عليه، لكن التي اتفق العلماء أن الله سبحانه وتعالى له هذه الصفة ثم يأتي إنسان ينكرها يكفر من هذا الباب. أو كتابا، لأن من الإيمان أن تؤمن بالله ورسله وكتبه. أيضا قال: أو رسولا، لأن كونك تنكر رسول معناته أنت لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أو جحد ملكا، لا يوجد جبريل، لا يوجد ميكائيل، أو لا توجد الملائكة، لأن الملائكة جاء نص الله عليها في كتابه ونص عليها نبيه، واتفقت الأمة على أن هناك مخلوقات من مخلوقات لا تسمى الملائكة. أو إحدى العبادات الخمس، إحدى العبادات الخمس هي داخلة في الكلمة التي بعدها، وهي أو حكما ظاهرا مجمعا عليه. صوات الخمس أجمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها مفروضة، خمس صلوات. فيأتي إنسان يقول لا توجد هذه الصلوات الخمس، فأنت ممن جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذه معنى كلمة إحدى العبادات الخمس. أو حكما ظاهرا كالزنا، شرب الخمر، حد السرقة، هذا مجمع عليه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك كله ما تقدم قال الشيخ كافر. إنزين، إنسان فعل هذا ما الحكم؟ قال: فيستتاب 3 أيام. طريقة الاستتابة هي من حق، لأن هذه متعلقة فيها حقوق، اللي هي حقوق مثلا القتل، وهل يرث ولا لا يورث، انتقال الملك، أشياء كثيرة يعني. نعم، بيعه، شراؤه، نكاحه، في أشياء كثيرة ممكن تتعلق في فترة ارتداده. فمن الذي يستتيبه؟ الإمام أو نائب الإمام يستتيبه. ماذا؟ 3 أيام. لماذا 3 أيام؟ لأن الإنسان قد يراجع نفسه. طريقة الاستتابة أن يجلس ويجلس القاضي معه من يثق هذا الرجل بهم، ثم يناقش: ما الذي تنكره؟ أنكر كذا. بأي حجة؟ بحجة كذا. حتى إذا يعني فندوا له كل الشبه وأزالوا عن عينه الغشاوة فأصر، هنا يدخل في باب الجحود، فهنا قتله قد يعني تحتم. قال الشيخ: ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته، ولا من منافق وساحر. هؤلاء الأصناف: أولا الذي سب الله، قال الشيخ ظاهرا، يعني كأنه يقول صريح. بعض الأمور قد تخرج من الإنسان: لماذا يا رب ظلمتني؟ هذا ليس سبا، واضح. لكن السب، نسأل العافية، في ألفاظ يعني سيئة جدا. سب الرسول عندنا سب الله، سب الرسول لا تقبل توبة، نقول بينك وبين الله. أما أنت عندنا فتقتل. لا هو خلاص، نقول له توب وتقتل، توب وتقتل. طبعا لماذا يتوب؟ حتى يعني يصلى عليه ويرثه قومه ما شابه ذا. الذي تتكرر ردته خلاص يعلم أنه لعوب، لا تتكرر ردته، واضح. أما الزنديق عندنا تعريفه هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولها دلالات كثيرة. عندنا المنافق الذي هو الزنديق، عندنا الزنديق في المذهب هو المنافق. والساحر من ثبت أن سحره عن طريق استعانة بجنة وما شابه ذلك فإنه يعاقب بالقتل.
وتجب التوبة من كل ذنب. وهذا شيء متفق عليه، أن الإنسان قد يعلم ذنوبه وقد لا يعلمها، فلذلك وجبت التوبة من كل ذنب قد علمته أو لم تعلم. شروط التوبة قال: وهي إقلاع وندم وعزم على ألا يعود، مع رد مظلمة، لا استحلال من نحو غيبة وقذف. إذن الإنسان إذا عليه التوبة من كل ذنب، ماذا أفعل إذا أردت التوبة؟ أولا أقلع، بمعنى الانقطاع، أنقطع عن هذه المعصية. ثانيا أندم، يعني الإنسان يقول: أنا لا أريد أن أفعل هذا الذنب لكني لا أندم على ما فعلت، نقول هذه ليست توبة. أيضا العزم، يعني الإنسان يعقد القلب على ألا يعود، هذا معنى العزم. الرابع لابد من رد المظالم لأنها حقوق الناس. إنزين، جاءك إنسان فقال: أنا سرقت مالا من رجل وأريد التوبة، نقول تعيدها له؟ قال: لا أعرفه. نقول: تصدق بها عن مع عقد النية أنه لو طالبك ترجعها له. ثم قال الشيخ: لا استحلال، لأن الاستحلال نسأل العافية استحلال الذنوب كبيرة عظيمة وقد تصل إلى الكفر. الغيبة والقذف هذه ليست فيها مظلمة، إنما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر حتى يزيل الله عنك ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هذا وصل